معكم الدكتورة نورة الشيباني، أخصائية في طب الطوارئ وفي مستشفى العين. جدا سعيدة بمشاركتي في مؤتمر طب الأشعة التاسع لشركة صحة كمحاضرة طبعا ولأول مرة. وايد حبيت التفاعل اللي بين أطباء الأشعة وأطباء قسم الطوارئ، لأن احنا نستفيد من بعض. احنا ما نشتغل فقط أطباء في هذا التخصص وهذا التخصص، احنا نشتغل كفريق. فجميل جدا ان نعرف آخر التقنيات ونتعرف على بعض أكثر عن طريق ورشات العمل والمحاضرات في سبيل خدمة دولتنا، دولة الإمارات العربية المتحدة.